تصريحات نارية أدلى بها السفير الليبي للأمم المتحدة في نيويورك طاهر السني، معبرا عن استياء بلاده من استمرار الانقسام الذي يشهده مجلس الأمن حول الملف الليبي والتدخلات الخارجية، متهما قوى دولية بوقوفها وراء تعطيل إجراء الانتخابات في بلاده. نعم، هي حقيقة تصريحات تعكس واقع الحال في مجلس الأمن المنقسم على ذاته تجاه الملف الليبي، والذي هو أصبح جزء من الأزمة بدل من أن يحل الأزمة. ففعليا هناك أكثر من 172 جلسة عن مجلس الأمن بشأن الملف الليبي، ما الذي انتهت إليه؟ ضياع. وهناك أكثر من 27 تقرير أممي ما يسمى بتقرير الخبراء، ما الذي تم التنفيذه من هذه التقارير أو ما يتعلق بالتوصيات؟ وهناك أكثر من 23 تقرير بشأن الجنائية الدولية. الليبيون لم يستفيدوا من هذا إلا تشظي وزيادة الانقسام. التدخلات الدولية، وبحسب السني، فقامت من تدهور الوضع الاقتصادي الليبي، كما كانت سبباً في عدم التوصل إلى حلول سياسية شاملة. بالمجتمع الدولي أدت أيضاً إلى كثير من الإشكاليات، بل إن الإشكال يلد إشكالاً في ليبيا، وهذا دلالة واضحة على فشل المجتمع الدولي حتى في تعيين مندوب للأمم المتحدة مؤتابت في ليبيا، حتى في الاتفاق على أي شيء، حتى في مجرد اتفاق على إخراج الفاغنر وعصابات الجنجويد، حتى في معاقبة المجرمين. واقع أنها المأساة والمأساة، وهذا يدل دلالة واضحة على مدى الفشل. مع وجود اتهامات بتسييس الملف الليبي، وفي ظل تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية الأمنية والسياسية، يبقى استقرار ليبيا مرهونا بدعم إرادة الليبيين، بما يحفظ للدولة هيبتها وسياداتها بعيدا عن التدخلات الأجنبية.